واحد القضيه غنقولها لكم وانا غنخرج بكم ثاني طول الارض. الصحافه المغربيه ما شتاش هاد الايام في هاد المقاطعه فين هي؟ ها ما شتا حاجه، ما شتا لا شوف تي في ولا سلطانه ولا حتى واحد. علاش؟ هاد كتجيبوني بعدا انتوما اصحاب المواقع الالكترونيه باش كتعجبوني. فضيحه عادل الميلودي، فلان دخل طالو عرض عادل الميلودي، فضيحه الدنيا باطمه، فضيحه فضائح، فضيحه الزياده ما عندكمش، فضيحه سيدي علي بست درهم ما عندكمش، فضيحه سونترال بسبعة درهم لتر ما عندكمش، فضيحه الغازوال بعشرة درهم لتر، هاد الناس هاد ما عندكم هاد الفضائح كاع ما كديرهم. علاش؟ انا نقول لكم علاش. لانكم نتوما هاد الناس هادو كتخلصوا من عندهم. نورمال نورمال. انا كنقول لكم شي حاجه، انا ما تجيوش عندي، ما ندير بكم، هذا هو الواقع. انا شنو درتوا لي في الحياه ديالكم؟ عاد شوهتوني؟ واش هذه هي الصحافه؟